بتشوفي حالك حلو بالشكل؟ انه كيف بتشوفي شكلك؟ سؤال، كيف بتشوفي شكلك؟ حلو؟ كثير راضي عن حالي. لو تمام انا سالتك شكلك كيف تشوفي؟ أيه. اليوم حاسالك كيف بتشوفي شكلك؟ أوكي. شو بتقولي؟ كثير. شو كثير؟ كثير حلو. عظيم. شخصيتك؟ شخصيتي كثير حلوه بس اوقات ليش بس في اشياء مش حلوه بشخصيتي انا بقول. برافو عليك، حلوه الصراحه حنان. كيف بتشوفي صوتك؟ كثير حلو بس بدي اكيد كثير اتعلم في كثير اشياء. ليه على طول عندك بس بصوتك؟ ليه على طول عندك بس باجوبتك؟ كثير حلو ما لازم يكون بس عندك بس لا كثير حلو، لو ما كان صوتي حلو ما كنت اجيت لهون. برافو عليك. ثاني شيء انا ما بقول انه صوتي حلو بس، على قد ما يتعلم الانسان اكيد بده يتعلم كثير. برافو عليك. الناس بالجامعة عندهم دكتوراه إيه؟ بياخذوا دكتوراه، بس اكيد العلم ما في حدود له بكل شيء، مش بس بالعلم يعني. بتعرفي بلشت حبك من هلا؟ انا كنت انا عن جد عم بحكيك. انا عم بمزح معي. انا كيف يعني كيف كنت مفكرتني؟ ممكن لان بيعطيني فرصه احكي بمواضيع. بقول لك بلشت حبك هلا انه بلشت شوف الحدا اللي مسقف، يعني انا كنت اخذ عنك فكره غير. بتعرفي 8 مليار يمكن شوفوك حلوه مثلا، انه انا برايي انا بنظري مثلا ما بشوفك هالواو. واو انت 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 رأيك بحترمه كثير بس انت بدك اياك تحترمي شو رأيك؟ بحترمه والله العظيم. ادم حنان عم بتضحك، شو بدك اياني؟ ادم حنان من المغرب مان بتعرف شو بتحسها انه هي بدها تجرب تقول لك انه انا مقتنعه برأيك، بس هي ولا واحد بال ما في واحد بالمية مقتنعة. مش مقتنعة بحترم، انت مش مقتنعة في فرق ولا حتى بحسني بتحترم وتقول ميرسي وشكرا ورأيك على راسي وعيني، وفي فرق انه تحترم رأيه كأنه بتحترم كأنه عن جد يعني عم يحكي. ليش انزعجتي هلا انت لما حكيتي هيدا الشيء؟ انا صرت بنظري انا بهالجواب كثير تحليت بنظري، يعني هلا صرت اشوفك احلى واحلى، كل ما تجاوبيني جواب حلو مسقف بصير بلاقيك احلى واحلى عن جد. فهيك انه كل شخص عنده ذوق، مثلا انا بشوف يمكن مثلا ما بال انه احلى وحده مأكلة كل حال. ايه صح، برافو، هيك بدي اوصل لك. انت وكيف بتشوف حالك غير العالم كيف بيشوفك. برافو عليك، عندك ثقة بحالك which is good which is good which is good انه عندك ثقة بحالك، بس بدك تشتغلي على انك ما كثير توثقي بحالك احسن ما تفوتي بالحيط. لا انا 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 هلا بهالمرحلة بعرف شو بدي بصراحة، عم بحكيك شو حنا بعرف شو بدي. لا زتعت انه مين فليت بضل بتعرف شو غلط. برافو عليك والله مش غلط، هيدا بدي اسمعه. انا ما بدي اسمع انه لا ليه بدي اطلع انه مين شو عاملة. ايه هيك بدك. ممكن اطلع انه مين كلنا بنغلط، كلنا بني ادمين. انا قلت لها برايي هيدي هي ملكة جمال العالم، ما تزعلي حنان في حدا احلى منك. ما كنا عم نحكي عنها. انا عم كنت بتحكي عني بتحكي على الدول. انا بايدي كنت بقول له ان انا راضيه عن نفسي قوي، عارفه نفسي ان انا حلوه قوي، ما فيش حد هيهز ثقتي خالص. وانت محتاجه حد يقول لك الكلام ده؟ حبيبه قلبي لو خصوصا بجمالي. هي بتضل تسال، هسه بتضل تسال اسئله. والله ما سالت، بتضل تسال. بكره بحس السفر طلعت بلان سفري، بدها تسال العالم ولو اجانب بدها تسال، بدها تتاكد. لا حبيبه لا يا حنان، انا بعرف اسال عنه هو جمالي صراحه، اي شيء فيه اسال عنه بس جمالي لا. بس نقول لك صراحة ما في من هي أجمل وحدة في أكاديمية. شو؟ شو؟ أنا برأيي بنظري أنا شنطال. شيل المزح. شيل المزح. حبيبي. شيل المزح. ولا تبوسه. آه والله بوسه، قلت لي ما حد تغير بس تظهر من الأكاديمية، إيه؟ ما حد تغير بس تظهر من الأكاديمية. أنت حلوة، لكن صرت. لا أختي الله يلا كنشوفها. أحلى وحدة في أكاديمية.